ايه الحاجه اللي فيكي انت مش راضيه عنها بشكلك ونفسك اللي هو لو عايزه توصلي لها كده هتبقي مثاليه؟ ما ينفعش بعد الهوا؟ لا دلوقتي. يعني طبعا نفسي اخس بس ما ارجعش، بس ما ارجعش زي الاول، ما ارجعش 47 كيلو او 46 يعني كتير قوي. نفسي اخس، نفسي اعمل دي الاخدود ده او اللغد او اسمه ايه، نفسي اظبط سناني، نفسي في حاجات كتير، بس انا بحب نفسي كده، بحس ان دي انا اكتر من انا اللي عايزه اعملها، فاهمه؟ صح صح. ويعني في جزء كبير من التصالح مع النفس ان انت قلتي الحاجات اللي فيكي، ولكن رغم كده انا عاجبني شكلك كده. وعلى فكره الناس مش هتاخد بالها من اللي انت بتقوليه. أيوة. يعني بيكون الموضوع في دماغك.